نشرة أخبار الخامسة والنصف وفيها بعد لحظات. اشتباكات مع عناصر إرهابية في جبل سمامة وخلية التنسيق الأمني تشدد على مواصلة اليقظة الأمنية. استقالات صلب هيئة تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية بسبب خلافات في الرؤى والتصورات. والقصور الصحراوية بتطاوين مكسب سياحي ينشد الترويج وطنيا ودوليا. تحية طيبة مشاهدينا الكرام وأهلا بكم. تواصل بعد ظهر اليوم تبادل لإطلاق النار بين الوحدات الأمنية والعسكرية ببنجردان وإرهابيين متحصنين بمنزل بأحدى مناطق المدينة. وفق مصدر أمني طلب عدم ذكر اسم هذه المنطقة اعتبارا لتواصل العملية، مؤكدا أن المنزل هو على ملك أحد الإرهابيين. وتتواصل العملية الأمنية والعسكرية ببنجردان منذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف المنطقة في 7 مارس بهدف تحويلها إلى أمارة داعشية، انتهت بإحباط هذا المخطط والقضاء على 49 إرهابيا وإلقاء القبض على 8 آخرين. وأصيب عسكري على مستوى يده خلال اشتباكات جدت صباح اليوم بين وحدات الجيش الوطني وعناصر إرهابية بجبل سمامة من ولاية القصرين، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني المقدم بالحسن الوسلاتي، الذي أكد بأن الاشتباكات لا تزال متواصلة، مشيرا إلى أنه تم نقل العسكري إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما تعرض المركز الحدودي اللاعج التابع لفرقة الحدود سيدي رابح بسقيط سيدي يوسف من ولاية الكاف مساء أمس إلى طلق ناري من قبل حوالي 3 إرهابيين. وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن الإرهابيين لاذوا بالفرار بعد تبادل النار معهم، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي أضرار مادية وبشرية، مضيفة أن وحدات الحرس الوطني تقوم بتمشيط المكان تعقبا لهذه العناصر الإرهابية. واجتمعت صباح اليوم خلية التنسيق الأمني والمتابعة بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد، وقد خصص الاجتماع وفق بلاغ لرئاسة الحكومة لتدارس الوضع الأمني في البلاد والجهود المتواصلة على مختلف المستويات للتوقي من الإرهاب، خاصة في ضوء المستجدات والتطورات المحتملة في ليبيا. وقيمت الخلية مجريات إحباط الاعتداء الإرهابي على مدينة بنجردان، مسجلة التلاحم بين الوحدات العسكرية والأمنية والمواطنين، كما بحثت سير تنفيذ التدابير المتصلة بمزيد تكثيف وتفعيل العمليات الاستباقية وما تتطلبه من يقظة دائمة وجاهزية تامة ومعاضدة المواطنين للمؤسستين العسكرية والأمنية. وأضافت رئاسة الحكومة أنه تم التأكيد على إحكام تجسيم ما تم إقراره من تدابير لتأمين الحماية الذاتية للمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة وتفادي كل أشكال التراخي. وفي مختلف جهات البلاد تواصل مختلف الأطراف تقديم الدعم المادي والمعنوي للمؤسستين الأمنية والعسكرية في حرب تونس ضد الإرهاب، دعم تختلف أشكاله لكن غايته واحدة. عالم سيظل يرفرف في سماء البلاد بفضلهم، بفضل قوات لا تنام لأجل أمن وسلامة البلاد والعباد. كل يد واحده، كل الاسلاك كل يد واحده، المؤسسه الامنيه والعسكريه بالاسلاك نتاع الكل، كلنا يد واحده وخيان وتحيا تونس. البدره هذه عملناها اليوم باش نشجعوا الامن الوطني نتاعنا وكلنا يد واحده ضد الارهاب. كلنا مواصلوا كفاحكم ضد الارهاب، والارهاب راه ما عندوش بلاصه في تونس اصلا. قوات أمنية وإن اختلفت أسلاكها فقد اتحدت أهدافها، وعسكرية خيمت بالجبال لردع أعداء الحياة، قوات تكرم جهودها من قبل مكونات المجتمع المدني وتحت إشراف جمعية متدى الشباب لثقافة المواطنة. وعملناها مبادرة منا لدعم الأمنيين وحثهم على مزيد العمل، ونحب نقول لهم رانا كلنا معكم وكنا في دالي تونس وتحيا تونس. البادرة الطيبة اللي قامت بها جمعية منتدى شباب ومواطنة لحمة وتقارب بين رجل الأمن والمواطن. وأثنى شباب بن خيار من ولاية نابل خلال زيارته إلى القصرين في إطار التبادل الشبابي على الجهود الأمنية والعسكرية في مكافحة الإرهاب. كلنا ضد الإرهاب، كلنا تونس شباب الأمل، شباب الحياة. وستبقى الأرض أرضنا بفضل شعب أراد الحياة وبفضل قوات عاهدت وطننا أن تسهر على حمايته وصدقت العهد. نادي رتيبي للتلفزة الوطنية التونسية القصرين.
إلى تطاوين الآن. وفي الملف الصحي، مكن تعزيز المستشفى الجهوي بأطباء الاختصاص من تجاوز عديد النقائص وإجراء عمليات جراحية في أحسن الظروف، وخاصة تجنيب المرضى مشقة التحول إلى مستشفيات أخرى. في وقت قريب وخاصة في السنوات الأخيرة، بات إجراء مثل هذه العملية الجراحية المتمثلة في استئصال ورم في القولون لمريضة من التدخلات الطبية المستحيلة بالمستشفى الجهوي بتطاوين، لفقدان المؤسسة لأطباء مختصين قادرين على ذلك. واليوم وأمام تعزيزه بكفاءات طبية عالية في عدد من التخصصات أمكن تحقيق ذلك. الحمد لله فرحانة، فربي يفرح كل طوابع كجيت العملي وكهو يلحق الامكانيات الماديه والالات كانوا كافيين باش تتم العمليه هذه بنجاح. تنقلت سلم الاطباء الاختصاص ومساتذه واساتذه مبرزين ومساعدين استشفائيين جامعيين في الطب من المستشفيات الجامعيه بصفاقه الهادي شاكر وحبيب بورقيبه، واظن ايضا من مستشفيات بنزرت، لدعم مستشفى تطاوين بست اختصاصات حياتيه. القسم الجراحي بالمستشفى الجهوي بتطاوين وبفضل دعمه باطباء مختصين من الصنف الاول حقق تطورا هاما في عدد العمليات المجرى ونوعيتها، لكن ذلك لا يخفي ما يعانيه هذا القسم. عديد العمليات معناها المرضى تقعد تدخل في القائمات نتاع المستشفيات الجامعيه اللي قائمات طويله برشا ويطول الانتظار، ويمكن فما معناها ساعات احتمال وقوع بعض التعكرات للمرضى هذوم. بالطريقه هذه بحول الله معناها تولي الخدمات اقرب واسرع للمواطنين. في المستشفى الجهوي بتطاوين دعم لبعض الاختصاصات الرئيسية في إطار برنامج وزاري مؤقت حقق الإضافة المنتظرة، لكن الجميع يأمل في استمراره بشكل دائم. تربية الإبل ببنجردان قطاع هام ومورد رزق لعديد العائلات. هذا القطاع يواجه اليوم عديد الصعوبات شأنه شأن القطاع الفلاحي ككل، والذي ينتظر حلولا عاجلة ليلعب دوره التنموي على أحسن وجه. مربو الإبل والأغنام بمعتمدية بنجردان يواجهون عديد الصعوبات فيما يخص المراعي ودعم منظومة الإبل وغيرها من أنواع المشية. مشاكل في كل شيء، في المياه، في العلفة، في الرعي، معناها ما عندها حتى شيء. بالنسبة للبل هذه سيئة، ميتة هي حية. صراحة ولت بكلها هاربة، كل معنا بكلها خايفة، ولت ما شهتها معنا قاعدة تطب الوعرة. إيه خلاص وقفت العبيد مع شاه، معنا بالعلفة ما ثمش أختي ما هناش. منظومة الإبل هي عينة من جملة من الإشكاليات التي يواجهها القطاع الفلاحي ببنجردان، تم طرحها في جلسة جمعت المجلس المحلي للتنمية بالجهة مع وزير الفلاحة بمقر الولاية. الفلاح يشكو معناها غلاء في العلف، يلزم دعم من العلف على الأقل تخفيض السعر. أهم الإشكاليات الموجودة في بنجردان العناية بالأبار، أبار المياه اللي معناها يتحدث عليها ويلزمها معناها الأبار هذه تتقوى. منظومة الصحية الحيوانية في بنجردان هي منظومة فيها بيطري واحد. وزير الفلاحة وفي متابعة المشاريع الفلاحية ببنجردان تدارس مع الأطراف المتدخلة العراقيل التي قد تواجه نسق مشروعين فلاحيين بارزين بالجهة. وفي السياق هذا إن شاء الله احنا باش ندارسوا على الأقل، فما عندنا زوز مشاريع كبرى تهم المعتمدية هذه. المشروع الأول هو فلاحي بالأساس، هو تنمية المراعي ويدخل في مجال يعني تربية الماشية بصورة عامة وتنمية المراعي. كلفة متاعها في حدود 25 مليون دينار من ضمن 53 كلفة جملية. تركز بالأساس على تدعيم البنية التحتية خاصة المسالك الفلاحية وتعبيدها وتنمية نقاط المياه. المشروع الثاني الكبير اللي هو يهم بيعني تحسين ظروف العيش وخاصة على مستوى مياه الشرب. زيارة وزير الفلاحة تأتي في إطار ما أقره رئيس الحكومة في زيارته الأخيرة إلى بنجردان لمتابعة كل المشاريع التنموية التي تخص الجهة من قبل الوزراء كل من مجاله من أجل التسريع في نسق تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة. في باجة أعطيت إشارة انطلاق مشروع ميداكس لحصر الثروات الطبيعية والإيكولوجية لمنطقة وادي مجرد بالجهة وتثمينها، مشروع من المنتظر أن يبرز القيمة الحقيقية لوادي مجرد كثروة طبيعية فريدة من نوعها.
يكتسي واد مجردة أهمية قصوى ليس فقط باعتباره أحد أهم الأنهار بالبلاد التونسية، بل كذلك بوصفه ثروة مائية وطبيعية هامة تزداد أهميته بالنظر إلى خصوبة الأراضي المحاذية له بولاية باجة على سبيل المثال، رغم معرفته المنطقة في السنوات الأخيرة من صعوبات. المنطقة هي مزيد عذراء وتكتسب معناتها فيها حاجات اللي طبيعية معناتها من ناحية الطبيعة والحيوانات الموجودة بها كلهم نسموا اكتشاف. ركزنا على الطيور المهاجرة المشتية اللي موجودة حاليا في المكان هذاك، حابين نعملوا لها تثمين وجرد كامل. كذلك مشينا في جانب الثروات النباتية اللي موجودة في الأماكن هذيك. واقع تسعى منظمة إكسبلوراليس إلى تشخيصه بأسلوب علمي دقيق من خلال مشروع ميدكس الذي أعطيت إشارة انطلاقه في ورشة عمل عقدت بمدينة باجة. مشروع ميدكس هو مشروع اللي يهتم بالأساس بواد مجردة، ونحن اليوم باش نعلنوا على البداية نتاعو، باش يهزنا للعمق نتاع واد مجردة، باش يخلينا نكتشفوا شنو اللي موجود، شنو الثراء اللي موجود غادي، الثراء البيولوجي وفرت وقت الثراء نتاع الاجتماعي اللي موجود. حصر الثروات الطبيعية لمنطقة وادي مجردة بجهة باجة وتثمينها تعد من أبرز أهداف مشروع ميدكس، الذي يأمل كذلك في تشريك السكان المحليين في كامل مراحل المشروع. المرحلة الأولى هي التثمين الموجود يعني في المنطقة، وفي مرحلة ثانية هو العمل على إيجاد مبادرات اللي يكون من شأنها يعني تنمي الاقتصاد وتنمي المجتمع متاع المنطقة المجاورة للحوض هذا. واد مجردة كنز طبيعي هام يجدر المحافظة عليه في ظل عديد التحديات التي تنتظر تونس في مجال المياه، نظرا لتراجع المائدة المائية بحكم الجفاف وكثرة الاستهلاك. حرصا على دفع الاستثمار والإحاطة بالباعثين الشبان وتذليل الصعوبات أمامهم، تم بولاية جابس بعث شباك موحد بمركب الصناعات التقليدية، شباك يهدف إلى المساندة والمرافقة والتمويل. تتركز الجهود بولاية جابس على دفع الاستثمار والإحاطة بالباعثين الشبان. في هذا الإطار تتنزل مبادرة السلطة الجهوية بإحداث شباك موحد لبعث المشاريع الصغرى بمركب الصناعات التقليدية. الشباك هذا بتبيع كل الهياكل المتدخلة في مجال المساندة والمرافقة والتمويل، الهدف أن تأخذ بيد الشاب من لحظة فكرة المشروع إلى التمويل إلى مرافقة بعد التمويل. ساعد الباعثين معناها الشبان الجدد على حاجة معناها اختصار للوقت واختصار لأنهم يبقوا يمشوا بين البنوك والدي سنتر معناها بشي أهلوهم. تم أفكار مشاريع مجددة وأفكار مشاريع جديدة، منها الجديد مثلا في الانرجي رينوفلابل جديدة، والأفكار زادة مشاريع تو في التجهيزات الرقمية زادة في الحاجات الرقمية كل ما هو رقمي. عندنا أكيد أفكار مشاريع في الخدمات والصناعة. العديد من الباعثين وإن لم يخفوا أهمية هذه المبادرة فإنهم أكدوا أن المشكل الرئيسي في بعث المشاريع يتمثل في التمويل. مشكلة التمويل عندنا الفلاحة وعندنا الأرض موجود معناتها، مشكلة التمويل نعمل بير باش لكن نحاول نكبر فيه المشروع وبرسك حكاية 300 زيتونة واحدة باش يموتوا حاليا ما غير 100 معناها تبدا فما عندنا اكسبير غادي يقيدوه في دورات تكوينيه واكيد بعد في اللابي فما متابعه زاده ليه هو من الفكره للتنفيذ. حاليا قالوا يرجع نهار الجمعه وباش جزئيا تويك قالوا لي كيفاش نجموا نعاونوه كل نهار الجمعه نعطوك الكلمه الصحيحه. بعث المشاريع يبقى حسب البعض الحل الانجع للحد من البطاله، ظاهره تفاقمت بجهه جابس بشكل كبير. اجتمعت أمس بمقر ولاية جندوبة لجنة القيادة الخاصة لتعلن عن انطلاق مشروع سلسلة التنمية المتعلقة بتربية النحل بالجهة، مشروع قد يساهم في إيجاد وتوفير العمل اللائق لبعض من شباب الجهة. في إطار الشراكة بين وزارة التنمية والتعاون الدولي ووكالة التعاون الدنماركي للتنمية، انتظم بمقر ولاية جندوبة اجتماع لجنة القيادة الخاصة بمشروع بيجيتون المتعلق بتوفير العمل اللائق للشباب في تونس. بمناسبة انطلاق برنامج عملنا في المجال الفلاحي البيولوجي، نعيد بتوفير المتابعة ل400 فلاح شاب، وذلك لإنشاء مواطن شغل جديدة منتجة وقارة في كافة معتمديات الولاية.
بالنسبة للمشروع بجتين العملاق للشباب التونسي هو مشروع هادف يهدف إلى محاولة إيجاد بعض مواطن شغل لشباب جندوبة خاصة الشباب المعطل وأصحاب شهادات أو غير أصحاب شهادات أيضا الحاصلين على بعض شهادة التكوين المهني. هو سيساهم في تشغيل 400 موطن شغل، توفير 400 موطن شغل، 200 موطن شغل مباشر و 200 موطن شغل يعني غير مباشر للعائلات المستفيدة وغير ذلك. مشروع تكمن أهميته حسب مختلف الأطراف المتداخلة ليس فقط في توفيره لمواطن شغل لائقة للشباب، لكن كذلك في تكوينهم ومرافقتهم خلال مراحله المختلفة. نحن اقترحنا بات تعاونية تجمع المنتوج، معنا تاخذ المنتوج من عند المنتجين بأسوام حسب نوعية وجودة الملل للمنتوج، ثم هي تقوم بعد بترويجه. مشروع بيجوتين لتوفير العمل اللائق للشباب في تونس هو ثمرة تعاون تونسي دنماركي، قد يكون فاتحة خير لمشاريع أخرى قادمة. تتواصل الاستعدادات صلب الهيئة التنفيذية لتظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية 16 و2000 على أكثر من صعيد، والتي تنطلق في 23 من شهر جويليا القادم. غير أنه برزت في الآونة الأخيرة خلافات في الرؤى والتصورات أدت إلى عدد من الاستقالات بين أعضاء اللجان. 7 استقالات تقريبا سجلت في صفوف أعضاء لجان تنظيم تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية لسنة 16 و2000 إلى حد الآن، ولأصحابها مبررات لذلك. ثم عدم وضوح في المفاهيم. احنا بالنسبه لنا نحب التظاهره هذه تكون تظاهره كبيره في حجم صفاقس، في حجم بلادنا، في حجم الانتظارات العربيه كلها ولما لا العالميه. انه اليوم نلقاو بعض التظاهرات العاديه من نخدموها او كوتيديان، هذا ماهوش مقبول بالنسبه لي انا وبالنسبه لبعض من زملائي الموجودين معايا ويشاطروني نفس التوجه هذا. 3 أشهر في 2016 ولا شيء في المدينه يدل على انه فما تظاهره كبيره في 2016، لا عزينه، لا اعلام، لا ملصقات، لا لافتات. عمل بكل ذراوة على إبعاد، معناها طاقات كبيرة كما شاعر مصف المزغني، كيف ما الدكتور فتحي التريكي، كيف ما العديد المثقفين اللي قدموا مشاريع وقدموا تصورات وما لقاتش حتى إذن صاغي باش حتى نحكيوا فيها. هما 13 لجنة فيهم 124 عضو، الدور متاعهم استشاري في تقديم رؤية. يمكن طال الأجل باش ما جاوبناش، خاطر احنا ما عندناش من التو ما عندنا الرد النهائي. ثم شبه التنازع ومصالح اللي هو صنف من أصناف الفساد. إذا كان أنت الافتتاح تعطيه لمصف ذويب، الاختتام تعطيه لمصف ذويب، يعني فنيا وإبداعيا مخرجا ومؤلفا، ويجيب الجماعة المتداخلين من تقنيين إلى فنانين إلى كذا، ثم تزيد تعمل 13 تظاهرة على قياس ولا هو يعملهم. احنا نجم نأكدوا للجنة متاعنا هذه مثالية من ناحية هذه، ما قام حتى عضو بسفر على حساب اللجنة، ما عندنا حتى وسيلة نقل على حساب اللجنة، الأعضاء يشتغلوا مجانيا. ويأمل سكان صفاقس خصوصا والتونسيون عموما أن تدخل هذه التظاهرة حركية ثقافية غير مسبوقة من خلال العروض التي تعد لهذه المناسبة. عودة إلى بنقردان، وفي خبر ورد علينا الآن، تم القضاء على إرهابيين 2 كانا متحصنين بأحد المنازل هناك مع إصابة عنصر أمني ومدنيين 2 بجروح خفيفة. لا يختلف 2 في الدور الهام الذي تلعبه دور الشباب في المرحلة الراهنة في تونس والعالم العربي ككل. صفاقس مركزا عربيا مضائفيا للتدريب عن بعد، مشروع من شأنه دعم دور هذه المؤسسات في تأطير الشباب وإبعاده عن المنزلقات الخطيرة. هذا مضيف الشباب ابن سينا بصفاقس، حيث تم الإعلان فيه عن مشروع يتمثل في صفاقس مركزا عربيا مضائفيا للتدريب عن بعد. المركز إن شاء الله في من القيادات العربية ومن المدربين اللي تم تجهيزهم من تونس وأيضا من الاتحاد العربي. الخطط الموجودة تبشر بالخير إن شاء الله، والمستقبل القادم لتطوير حركة بيوت الشباب. اللي احنا شفناه النهاردة شفنا استعدادات جيدة، شفنا قيادات واعية، وده هيبقى انطلاقة جديدة إن شاء الله. هذا المشروع سيطور من أداء بيوت الشباب ومراكز المضائف والسياحة المخصصة لهذه الفئة. هو فكرة نموذجية إن شاء الله باش تلقى الحظوة متاحة وتلقى لبناتها الأولى في مدينة صفاقس، وانطلاقا من مضيف الشباب بن سينا احنا قاعدين نعده في العدة في طور الدراسة والإعداد المادي للموضوع. زيارة الاتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب تخللتها جلسة عمل لتركيز هيئة بناء مضيف للشباب بمدينة توزر.
المهرجان الدولي للكسور الصحراوية بتطاوين أثار من جديد وفي دورة جديدة مسألة ظلت عالقة، وهي تثمين هذا المنتوج السياحي ودعمه بمشاريع كبرى يمكن إحداثها في المنطقة ويمكن أن تمثل قاطرة للتنمية والتشغيل بالجهة. في ولاية تطاوين أكثر من 160 قصرا صحراويا وجبليا وسهليا اندثر العديد منها ورمم البعض الآخر وما بقي في الانتظار قبل أن يطاله الإتلاف والاندثار. والله موروث كبير ومصنف معناها سياحيا الأول في القصور في معناها في تطاوين والجنوب الكل، ينجم يكون مورد رزق لبرشا شباب، وحاليا تو ثم ثلاثة أربعة شباب يعملوا في معناها أكوارال، يعملوا في البانتير وقاعدين يبيعوا كي يجوا معناها توريست هنا. واحد صار عنده برشا عنده مدة طويلة، وحنا فهمت لي محافظة تراث ما لديهوش بيه عنده مدة طويلة، فهمت لي لازم ترميم يترمم لازم حماية، وماذا بينا نستغلوه في السياحة ولا في حاجة باش يقعد لنا تراث وللتاريخ، فهمت؟ ينجم يكون مورد رزق وينجم يكون يجلب السياحة ويجلب برشا حاجات. هذا المنتوج السياحي المميز ظل لسنوات عديدة دون استغلال حقيقي في ولاية تطاوين بعدم ترويجه من قبل وزارة السياحة كوجهة منفردة في الأسواق العالمية، رغم انطلاق تنظيم مهرجان دولي للكسور الصحراوية منذ نحو 40 عاما. توا السياحه الصحراويه وسياحه خاصه زاد بالجهه هذه سياحه القصور والجهات هذوما اللي مش مثمنين معناها القيمه نتاعهم كبيره في بلادنا وماهمش مثمنين سوفيزامون، معناها يلزمنا نعطيوهم نظره خاصه ونتلاو بهم. في دورته الجديده بادراج مهرجان الدولي للكسور الصحراويه لعدد من الكسور كمسلك سياحي محاوله متجدده لتثمين هذا التراث المعماري الفريد. دائما في الشأن الثقافي، حيث انطلقت تظاهرة أيام تيسيدروس الرومانية بالجم، تظاهرة تأتي لإحياء الموروث الحضاري الروماني الذي كان سائدا بمدينة الجم في العهد الروماني. الأيام الرومانية بتيسيدروس تظاهرة ثقافية تعيش على وقعها مدينة الجم لثلاثة أيام في محاولة أولى من نوعها لإحياء معالم الحضارة الرومانية التي كانت سائدة بالجم في غابر الأزمان. هي مبادرة فردية تقدمت بها إلى صندوق الدعم العربي مورد الثقافي، وتم دعمها في نطاق مشروع تونس بلد الفن. الفكرة انطلقت لأنه أنا ابن الجم أول شيء ومصدر إلهامي ومسرح أثري بالجم، وطالما ناديت أن يكون هناك استغلال الموروث الروماني في الجم من أجل إحداث حركية سياحية ثقافية. الفسيفساء حرفة نمت وترعرعت بالجم، وهي إحدى الحرف المميزة للجهة، أقيمت لها ورشة لتعليم فنونها وإبراز مهاراتها للناشئة. الورشة هذه تمثل في معناها أصحنا مخصصين للفسيفساء موجهة إلى الطفل. الورشة تمثل في معناها نصنعوا موتيف صغير في صحن، والأطفال معناها هم باش يكملوا معناها الموتيف هذايا بالموزايك. نرسم في شعار نتاع تونس فسيفساء تشهر برشا في متحف بارد وفي برشا حاجات. مثل هذه التظاهرات من شأنها باش تعرف بالتراث المادي نتاعنا بحكم اختيارهم للموقع، في نفس الوقت زاد يعرف بالتراث المادي نتاعنا. المصارعة والأزياء والمطبخ الروماني والساحة الخلفية لقصر الجم جزء من كل هو الحضارة الرومانية القديمة، حاولوا جمعها في لوحة فسيفسائية احتفاء بتيسيدروس قصر الجم. لوحة فنية وصناعة تقليدية أثاثت افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان المغاور البربري الذي تحتضنه مدينة سند من ولاية قفصة، مهرجان يبرز موروث الجهة وينشط الحركية بها. المغاور الجبلية بسند توشحت اليوم بالصناعات التقليدية المميزة للمنطقة وبمشهدية فولكلورية ميزت الدورة الثامنة لمهرجان المغاور البربرية، دورة جديدة اختارت تكريم أهالي شهداء الوطن والمؤسسة الأمنية والعسكرية. قمنا بتكريم المؤسستين الأمنية والعسكرية، كذلك قمنا بتكريم والدي الشهيدين عبد الصمد الصماري والشهيد بولعريس رداوي. هذا
هذا أقل ما يمكن القيام به تجاه أبناء الوطن. المغاور البربرية بسند استقبلت زوارا استمتعوا بسحر المكان وبجمالية العروض المقدمة. ككل سنة احنا الخصوصية هي التعريف بالصناعة التقليدية وخصوصية هذه المنطقة في الصناعة التقليدية في النسيج، في صنع الأواني الطينية، في صنع الأواني الحلفاء. الجو أنا سمح وعجبني برشا خاطر فيه برشا فقرات ثرية جدا، والمخزون السياحي هنا في سند جبل متوفر، يعني تلقى وين تقضي النهار متاعك. بالنسبة للجيل الجديد تويك نتعرفوا على التراث اللي عندنا الموجود في قفصة، نجلبوا نحاولوا نطوروا في السياحة الداخلية متاعنا. سند جبل منطقة تزخر بمخزون تراثي وأثري متنوع تنتظر التثمين ضمن المسلك السياحي كي لا تبقى رهينة أيام معدودات من مهرجان المغاور البربرية. وإلى حزوة من ولاية توزر الآن، إن تتواصل فعاليات مهرجان الخيام والذي يعرف إقبالا كبيرا خاصة وأنه يتزامن مع العطلة المدرسية. في لوحة فنية استعراضية ضمت عديد المشاهد لحياة البدو والرحل في عمق الصحراء تحت عنوان رحلة غروب، أراد من خلالها منظم مهرجان حزوة في دورته 22 ببعث رسالة حب وسلم وسلام. سميناها رحلة الغروب، هي رحلة على الأقدام وعلى ظهور الجمال، هي رسالة سلام ورسالة حب من المنطقة هذه الحدودية، المنطقة الصغيرة، إلى كافة أنحاء العالم. بالكلمة والشعر وبمساهمة أبناء حزوة ومن الجزائر الشقيقة، كل بطريقته يروي قصص وجمال الصحراء. اليوم عيد الخيمة ينعاد بديه معتاد نهناها فرحة العياد، عيد الخيمة علينا دار، وجيت نهنيكم بالعيد، وجيت نرحب بالزيار اللي جونا من بر بعيد، ويا خيمة هاجت الأفكار ومن شعري نهديك قصيد، المنيا في نجعي دوار عرب ببادي وتقاليد. دخلنا البيت العز ضيوف من المعروف ومن تزاير من ولاية سوف، جيناكم بسلام الود، سلام الحب، سلام وطني من جد الجد، سلام الروف، سلام كل السكن وفي سوف. أسواح الأجانب عبروا عن ارتياحهم لحضورهم في مثل هذه التظاهرة الثقافية في عمق الصحراء. لقد انبهرنا بجمال الخيام وسحر الصحراء، ومما زاد الأجواء متعة ودفئا هو الطقس المشمس الذي أنسانا برودة الطقس في ألمانيا. فعلا نحن مستمتعون جدا بعطلتنا في توزر. أبناء حزوة وشباب الجزائر من هذه الأرض الطيبة بصوت واحد، لا للإرهاب لا للإرهابيين. خرجة الصحراوية هذه حبينا نبينوا من خلالها أن منطقتنا آمنة، حزوة آمنة، تونس آمنة. العلاقات التي تجمعنا يضربوا بها هذا الإرهاب، وبإذن الله إن شاء الله ما يلقى وين حط رجلها. رحلة غروب ومن عمق الصحراء التونسية ومدينة حزوة الحدودية رسالة مضمونة الوصول، لا مكان للإرهاب، وأن شباب تونس محب للحياة وينبذ العنف. أذكر بالخبر الذي ورد منذ قليل والذي جاء فيه أنه تم القضاء على إرهابيين اثنين كان متحصنين بأحد المنازل ببن قردان مع إصابة عنصر أمني، ومدنيين اثنين بجروح طفيفة. وفيما يلي نذكركم بعناوين نشرتنا: اشتباكات مع عناصر إرهابية في بلسمامة وخلية التنسيق الأمني تشدد على مواصلة اليقظة الأمنية. استقالات صلب هيئة تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية بسبب خلافات في الرؤى والتصورات. والكسور الصحراوية بتطاوين مكسب سياحي ينشد الترويج وطنيا ودوليا. نشكر حسن متابعتكم، في أمان الله، وإلى اللقاء.